انا بدي يعني شيد بحاكم مصرف لبنان اللي رياض سلامه قدر هو انه يحسن الليره اللبنانيه. نعم، نحن لدينا الثقه باستقرارنا المالي، وهذا ما عبر عنه سعاده الحاكم، وهي ثقه مبنيه على وقائع حقيقيه تتصل بالوقائع الماليه الصحيحه. والتبشير بان الاقتصاد على باب الانهيار، وهذا خطا، هذا خطا. اتاني تقرير من مؤسسه موديز، والتقرير جيد جدا، والتقرير جيد جدا، والذي يعطي حصانه للاقتصاد اللبناني. بس برضه لازم تكونوا فخورين بشغلكم، لانه لحد هلا مثلا اللي بعده موقف لبنان على اجراء، وللاسف بقول هو قطاع حيتان المال. شو فيك تطمن انه ما في دولارات بالسوق؟ الناس عم تسحب دولار، ما عم تلاقي دولار، شو بتطمن العالم انه مش مضبوط؟ مش سوري يعني، بس بعتذر. بس يعني ما في انهيار اقتصادي، ما في خوف انه من انهيار؟ لا لا، بدك تروقي اعصابك.